صلت أنا وزينب لآخر فقرة وفقرتنا مميزة وختامها مسر. أكيد يا سالي، يعني اليوم بدنا نحكي عن الغناء وعن حفلة مميزة أيضا عندما يجتمع الفن مع الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، أكيد بقيادة المايسترو العدنان الفنان عدنان فتح الله والستار الفنانة السورية المتألقة وعد البحري، لتكون صوت ليلة الأوبرا السورية، صوت الدفى والأمان بليلة تحية كبيرة للفنانة الكبيرة أسمهان. عن هالليلة الذهبية اللي أحيتها نجمتنا وعد البحري رح نحكي بشفافية وحب وأغاني موجودة بالذاكرة، رح نسترجع بصوت الفنانة والنجمة وعد البحري. أول شيء أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، صباح الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم يا رب. أهلا وسهلا فيكي. يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا الكروان غناه صحانا وصحانا. يا صباح الخير. الله على الصباح، والله هذا الصباح الخير حبيبة قلبي. صباح الخير على كل الجمهور اللي عم بتابعونا، صباح الخير سوريا الحبيبة، صباح الخير للسوريين خارج سوريا اللي عم بيشوفونا، وميرسي لكم على هالدعوة الكريمة. أهلا وسهلا، ثانك يو سو ماتش. نحن بنتشرف فيكي ونحن بنتشرف بهالخامات والقامات، خلينا نقول يلي عم بتأحيي تراثنا. اشتقنا نسمع الفن الملتزم نوعا ما، واشتقنا نسمع الأصوات الرخيمة يلي عن جد وقت انت قلتي يا صباح الورد فأشعر بدني عن جد. يعني خبرينا وعد، هيك كان عندك حفلة من كم يوم بدار الأسد للثقافة والفنون الحياتية، خبرينا شوي هيك ليش اخترتي أسمهان؟ لقرب الصوت ولا لحبك لأسمهان ولا لأغاني أسمهان؟ كلهم. أنا بحبها لست أسمهان، طبعا أنا وست أسمهان من نفس البلد بسوريا، بعتقد أنه الطبيعة عطتنا هاي الصفات. صحيح. وأنا تربيت على صوتها طبعا بجانب صوت ست وردة وصوت ست أم كلثوم. أسمهان أبهرتني أكثر بأداء الصوتي بالألحان الصعبة. أنا سبق وقلت أنه أنا بحب الغناء الصعب، فيعني حسيت أنها كتير قريبة مني، وأنا اللي قريبة منها مش هي اللي قريبة مني. الله يرحمها. نحن نعتبر قريبين من بعض، صعدتي عمرة وزود. فمشان هيك يعني كنت أسمعها بالتفاصيلة بالغناء. بس يعني هاي اللي فيني أقوله، أنا بحبها كتير كمان. يعني أسمهان ماتت جسدياً وليس روحياً. صحيح، ظلت أغنية خالدة بالذاكرة وصوتها كمان. خبرينا إن كان اليوم أول ما جيتي على سوريا، ذكريات، شو أول شيء تذكرتي؟ وخبرينا كمان وعد إنه أنت بسوبر ستار كنتي مشهورة أيضاً، كانوا يشوفوا صوتك كانوا يشوفوك بصوت أسمهان، يعني كتير كان في إشادة على هذا الصوت وإنه هذا الصوت من الجنوب السوري الجميل، فخبرينا كمان عن هاي. حبيبتي خلي لي إياكي. يعني أنا من سوبر ستار أنه شو حسيت بسوريا؟ أول ما رجعتي، أول ما نزلتي هيك؟ أنا دائما بنزل على سوريا، بس بقالي تقريبا شي 5 سنين ما نزلت. في ذكرى دائما يعني. واحدة دائما بتذكر أنه سوريا بتربطه فيها ذكرى معينة، يعني دائما فيها الأهل. الأهل دائما، وبنضلنا يعني حتى لما نكون برا يعني بنضلنا نسأل عنهم، منخاف عليهم، دائما نوقف معهم. سوريا طبعا مشهورة بكتير شغلات. شو بدك أعدلك؟ لا أعدلك أنه أنا بتذكر مثلا، بتذكر يعني أنا كتير بحب القباقيب مثلا بحبهم. طيبين. ما بعرف شعراتي مناح ولا لا. لا بتجنني طالعة. مثلا بحب التوت لأنه أنا صغيرة، أكتر ذكرى عندي أنا وولاد خالتي وبنات خالتي أكتر شيء كنا نتسلق شجرات التوت. حلو. وناكل طبعا انا وقعت من التوته مره قديمه، يمكن كان ذكرياتك حلوه فيها مغامرات. زينب حابين نسمع. مغامرات بالطبيعه اكثر كثير كثير. انا شبعت من طبيعه سوريا، الطبيعه الحلوه الخضراء. لا صحيح، وما زالت جمال صوتك على فكره. شو بدنا نسمع منك؟ الحياه حلوه بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها.
ارقصوا غنوا وانسوا همومها، الحياة حلوة الحياة حلوة، الحياة تضحك للي يتبسم واللي بيكشر ده اللي يتألم، توه في متاهة وانسوا أوجاها، ليه نضيعها؟ الحياة حلوة الحياة حلوة. يعني قديه بحاجة نحن للتفاؤل اليوم؟ طبعاً جداً. أنا رسالتي بالحياة الأمل والتفاؤل والحب والسلام، وحتى كانت رسالتي بالحفلة حلو كتير. الأمل والحب والتفاؤل، يعني الحب أولاً أكيد. يعني مع هالصوت الجميل ما حابين نحكي قد ما حابين نسمع. يعني بصراحة تماماً. لكن خلينا هيك بس نحكي شغلة مهمة. حضرتك فنانة وبتقدمي لجمهور، كيف إذا نحن واقفين هيك على مسرح؟ ما حنقول نحن عم نعمل كليب أو نحن عم نغني من وراء شاشة، والمسرح في حضور قوي يعني ورهبة، فوقت أنت توقفي بحضور هالجمهور الكبير اللي ناطر يسمع صوتك، فشو بكون شعورك؟ أنا ما بنكر قديش وقفت على مسارح وقديش بطلع بإيفنت يعني، بس دائما عندي رهبة على المسرح أول 10 دقائق مش بإيدي. يعني هي مسؤولية طبعا، أولا مسؤولية، مش بس مسؤولية، احترامي للجمهور، احترامي لتواجدهم، تقديري حتى لما جيتهم جايين يشوفوا وعد، هاي لحالة مسؤولية فعلا مثل ما أنت قلتي، وبتخليك تحبي تقدمي أحلى ما عندك. صحيح. فهي لحالة بتسبب الرهبة، بعدين شوي شوي بيروح الموضوع. نعم. على المسرح وبصير الجو كتير حلو، بصير نتفاعل، بصير اتفاعل مع الجمهور، بس دائما أول 10 دقائق هدول كتير مهمين. لا بينطربوا بعدين الجمهور بيتفاعلوا مع وعد. وعد، يمكن غنيتي، كنا عم نحكي عن الحفلة على دار الأسد للثقافة والفنون الأوبرا، وهي من أحب المسارح لإلك طبعا. كيف كان تفاعل الجمهور؟ بدنا نسمع هيك غنية تفاعلوا مع طربي. تفاعل الجمهور كان رائع بصراحة، هو اللي دوب هالخوف ودوب هالثلج. طبعا الجمهور السوري سميعة كتير. أنا حتى برهبهم، يعني في عندك كمان جمهور التونسي، جمهور المصري كمان كتير بخاف غني قدامهم، بس فعلاً كمان الجمهور السوري فظيع، ولكن مليء بالحب. حلو. كتير لما بيسمعوا بيفهموا شو أنت عم بتغني. صحيح. يعني مش 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 أي شيء، عرفتي؟ ذواق ذواق، وبيحب الفن والطرب الأصيل، فهيدا شيء أنا بيسعدني وبيشرفني جدا. تفاعلوا كتير مع أغنية، طبعا أنا من خلال شاشة الإخبارية السورية بقدم كل تقدير وحب للفلاح. ليش؟ لأنه الزراعة لما البلد، نحن طبعا أنا بعرف نحن مكتفيين الحمد لله كزراعة ككل شيء، موارد أهم شيء، لما بتبقى الموارد الغذائية موجودة بتبقى دولة قوية، وفعلا صحيح. سوريا أثبتت أن هي على مدى هالسنين رغم كل الظروف اللي صارت أن هي بلد قوية، وشعب نحن شعب قوي والحمد حلو. لله الله يحميها يا رب، ويحمي شعب سوريا وأراضيها وسماها وكل شيء إن شاء الله يا رب. فأنا بقدم تحية للفلاح يلا بهالأغنية، طبعا هي غناء ست أسمهان. محلاها عشت الفلاح، مطمن قلبه مرتاح، يتمرغ على أرض برح، والخيمة الزرقاء ستراه، ياهي 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 ياهي، دي القعدة ويا
الخلان والقلب مزقطط فرحان. دي القعدة ويا الخلان والقلب مزقطط فرحان. تتجلى بجنة رضوان يا هنا اللي حبه معاه. يا بعد يعني ونحن كثير مبسوطين انك اليوم نورتي صباحنا. شكرا لكم عن جد. وكثير بننبسط وكثير بنكون فخورين لما اي سوري بيكون ناجح طبعاً. بيمثل تاريخ كلنا. وحضاره ورقي سوريا ان كان برا ولا بقلب سوريا. نحن بنتمنى لك دوام التوفيق والنجاح وتحملي سوريا اسم سوريا عاليا شكراً. مو بس بقلبك وايضا عبر صوتك اللي عم بذكر بهالقامات الجميله اللي نحن عنا اياها واللي صدرتها لكل العالم بما يسمى العمالقه عمالقه الفن. شكرا لك يا وعد. شكرا لك. ميرسي. يعني بدنا نختم مع صوتك ولكن قبل الختام نحن حنختم انا وزينب مع مشاهدينا أكيد. واكيد انت حتكوني صوتك هو ختام شارتنا لليوم. لكن كلمه حابه توجهيها قبل ما احنا ما نتوجه لمشاهدينا ونسمع صوتك، حابه توجهي لحدا بكلمه اليوم عبر شاشه الاخباريه السوريه اللي تشرفنا فيك. خلي لي اياك يا رب. انا بس بتوجه للجمهور انه دائما تكونوا متفائلين قد ما تقدروا، دائما اختاروا الطيبه، اختاروا السلام، اختاروا الكرم، بس تفائلوا 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 ان شاء الله. ان شاء الله جاي احلى. بشد عيديكم تفائلوا قد ما فيكم. شكرا لك. يعني زينب اليوم حلقتنا مميزه وخاصه متنوعه فيها فقرات بما يعني يلائم ويناسب كل الاعمار والنساء والرجال للطب للاشغال اليدويه وايضا للاصوات الجميله. بنتمنى لكم مشاهدينا بقيه نهار يحمل كل الامل بغد اجمل رغم الضغوطات الصعوبات اللي نحن فيها، لكن يبقى الأمل هو مفتاح ليومنا. نهاركم سعيد ويسعد صباحك. يسعد لي صباحك يا سالي ونهارك حلو مثلك ونهار حلو يكون مليء بالإنجازات الصحة والخير والمحبة لكل من ينضم لرحلتنا الصباحية. أكيد لما قدر يحضرنا صباحا يحضرنا بالإعادة الساعة 1 ليلا وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الإخبارية السورية وصباحنا غير. أكيد نحن ناطرين وعد تختم معكم ختام مسك أكيد معك يا وعد. يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، تبقي عالدائرة مدوية مزروعة مجد وغار، على البرج العالي وقفوا الخيالي والسيوف تلالي، شمسك ما تغيب لا مالي ولا ولادي، على حبك ما في حبيب، بكتب اسمك يا سوريا عالشمس اللي ما بتغيب.